جامد وجعه كتير وجامه برعايته وقوته. في الله أهلي وناس في كل مكان عوافى عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سيرة أبونا إبراهيم. نعمة لكم وسلام من الله أبونا والرب يسوع المسيح. إحبابي أشكر إلهي في قيادته لي وكيف كل يوم يعلمني ويعرفني الكثير والكثير من كلمته عشان أقعد قدامكم وأتحدث ليكم في السيرة وأحداثها. إحبابي الإعزاز على قلبي، توقفنا الحلقة اللي فاتت لما إسحاق بارك ولده يعقوب على إنه عيسو ولده الكبير، وكيف بعدها رجع عيسو ودخل على أبوه بعد ما جهز ليه الصيد اللي كان جايبه من البرية، وكيف اكتشف إسحاق إن يعقوب خدعه. راح خد من أخوه طوالي، أيوة خد بركة أخوه، وراح بعدها كيف عيسو يزعق من طويل راسه والغيظ والحقد من أخوه واللي عمل. فقال إسحاق أبوه له: من أنت؟ فقال عيسو: أنا ابنك، بكرك عيسو. فارتجف إسحاق ارتجافا عظيما وقال: فمن الذي اصطاد حيوانا وأحضره إلي إذن؟ لقد أكلته كله وباركته قبل أن تأتي، وسيكون من باركته مباركا. فلما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صراخا عاليا ومرا جدا وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال إسحاق: جاء أخوك واحتال علي وأخذ بركتك. والكره يمك يا عبو
هالكلام أعز كيف عيخطط ويدبر إن تاجم كيف يقتل أخوه رفقة شيعت لي يعقوب خد بالك يا ولدي وحزرا خطط لقتلك ما انت السبب يا ام العيا انت خططت وفرقتي مبسوطة وفرحانة دلوقتي والاخ راح يقتل اخوه خطط له تاني قوم يا ود واهرب حالا الحارن عندي خالك كم يوم هناك قعدهم لحد اخوك غضب ما يهدى وينسى اللي حصل وياه ساعتها أشيع وبعت لك أو تيجي تقعد وياي كيف أخسركم انتو الاتنين وتروحوا مني في يوم واحد أيوة دول ناس أشرار ما يتعشروا ولا في بيوتنا مع عميري ما عايزش يعقوب ولدي يروح يقع وقعد أخوه ويكفى من الدستي مغرافة شي يستحيل أن كرروا في خطتها وراحت دخلت على اسحاق من الحتة دي لاجل ما تهرب الواد يعقوب وقالت له لو حصل وولدي خد من الحسيين الجماعة الوسن دول
أنا راح أموت نفسي. خالت على إسحاق دي وراح جاب يعقوب وقال له يا ولدي يا ولدي ما نسبوش الناس دول، اطلع يا واد على فدان أراب وتجوز لك واحدة من بنات خال. ثم دعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه لا تتزوج من امرأة كنعانية، بل اذهب فورا إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك وتزوج امرأة من هناك من بنات خالك لابان، ليباركك الله الجبار وليعطك أبناء كثيرين فتصبح أبا لمجموعة من الشعوب. شعوب كثيرة من نسلك، البركة ليك ولعيالك. كيف كانت لإبراهيم جدك والأرض اللي غارب فيها تورثها تكون أرضك؟ ده وعدي لإبراهيم جدك، وشيع الواد بسلام. أيوة. وعلم عيسو باللي حصل، وسحق لما وصى يعقوب بعد عن الكنعانية، لا يكون في نسب ولا عشرة، دول ناس يا ود ما يتجوروا. أحسن شي يتخلك بعيد، عرف عيسو كلام أبوه، كره الشديد لبنت كنعان راح رايح لسماع عمه، وشبك له واحدة من البنات لاجل ما يرضي أبوه وناسه. حط له حجر تحت راسه وراح في النوم من تعبه، يحلم ويشوف في منامه سلم منصوب قدامه، بين الأرض وبين السماء وملايين
عليه وطلعه والله فاقيها عيد حدد قال انا ابقى اله برهيب وابقى كمان اله اسحاق ايوه ايوه احباب هتمشيها ترجع تاني لأرضك ولا راح تغيب عن عيني إلى حد ما وفي بوعدي لما عرف عيسو ان ابوه ما طايقش الجماعه الكنعانيين دول وقال ليعقوب ولده تبعد عنيهم وعن نسبهم راح عيسو وطلع على عمه اسماعيل واتجوز له واحده من بنات عمه وده لاجل ما ابوه وامه يرضوا عليه ما هو اسحاق ورفقة شافوا كتير من نسوين عيسو الناس الأشرار دول اللي جابهم عيسو وقعدهم ويا أبوه وأمه إيوة يا أحباب ما هو ما ينفعش عبيد الله يعيشوا مع ولاد العالم ما ينفعش ولاد الظلمة دول يعيشوا في بيت اسحاق ورفقة ولاد النور ما ينفعش دول يطلعوا ويتربوا على عبادة الأصنام ورفقة دول يعبدوا الله الله الحقيقي ما ينفعش عشان كده يا أخوي يا ولد الرب خلي بالك وانت عتفكر ترتبط اتأنى خد وقت في الصلاة وشوف الناس دول اللي عتفكر ترتبط بيهم أصلهم إيه شكلهم إيه سيرتهم إيه دول صح ناس مؤمنين دول
دول صح ناس يعرفوا ربنا وبيعيشوا في خوفه. اوعى يا واد اوعى يا وادي يزغلل عينيك الجمال، اوعى يغريك المال، كل ده يا حبيبي زي صح ناس قبلينا قالوا على الاصل دور. وانا اقول لك ايوه انا اقول لك على بنت الرب دور عشان تعيش يا حبيبي، عشان تعيش يا اخوي وبيتك تملي منور. وكفايه لحد كده يا احباب، حلقتنا خلصت واستنوني الحلقه الجايه. تصبحوا بالخير يا احباب والرب معاكم.